معنا للحديث عن المواضيع الرياضية المختلفة من دبي الصحفية الرياضية نبأ الدباغ عبر الهاتف. نبأ، صباح الخير لإلك. صباح النور، كيفك؟ تمام نبأ، يعني كتير أحداث صارت بهاليومين الأخيرين، وأبرزها هو تتويج محمد صلاح على حساب كيفن دي بروين بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج. كيف بتشوفي أو شو الأسباب اللي بتشوفي أنه الجائزة راحت لمحمد صلاح؟ الاختلافات، يمكن الفوارق البسيطة عنه عن وسط مانشستر سيتي كيفن دي بروين. صحيح طبعا، اكيد يعني شيء مستحق جدا لمحمد صلاح هذا الجائزه، يعني لانه مجهوداته الكبيره اللي قام بها هذا الموسم، واللي ما كان ابدا كثير متوقعيها، وخصوصا مشجعي حتى من مصر ما كانوا متوقعين راح يقدم هذه الاداء الكبير والاسطوري من جانبه مع ليفربول، وهو يعني هداف ليفربول، هداف الدوري الانجليزي هذا الموسم. فاكيد هو هذا الشيء مستحق 100%، مع انه هو كيفن دي بروين كذلك يعني اكثر من ساهم بتسجيل الاهداف ودوره كبير جدا مع مانشستر سيتي، واكيد كذلك يستحق، بس محمد صلاح اثبت افضليته لانه يعني كان عامل مهم جدا مع ليفربول، مو بس بالدوري الانجليزي بس كذلك حتى بدوري ابطال اوروبا. يعني هو يمكن نبأ صلاح تفوق على مهاجمين كتير كبار بالدوري الإنجليزي، منهم هاري كين ويمكن حتى أجويرو لولا الإصابة يلي لحقت فيه. إذا نبأ، يعني شفنا تشيلسي تأهل إلى نهائي كأس الإف أي كاب مع مباراته مع ساوثامبتون، وموراتا عاد إلى التسجيل. نعم، موراتا سجل، كذلك جيرو، كان شيء جدا مهم بالنسبه لتشيلسي وبالنسبه لكونتي، لانه اعتمد على هذول الاثنين وراهن عليهم على انه يسجلون ويكونون بالموعد، وبالفعل كانوا بالموعد، وهذا الشيء اللي انتظره منهم خصوصا بالنهائي ضد مانشستر يونايتد، لانه كونتي متوعد، مانشستر يونايتد متوعد مورينيو انه ينتصر عليه، خصوصا بعد الخساره في الدوري قبل حوالي شهرين. وبهذا يعني يمكن رح يخرج كونتي من أسوار قلعة البلوز بلقب منتصرا. طيب نبأ، هلأ بننتقل على الكالتشيو أو السكوديتو الإيطالي. نابولي صار قريب جدا من تحقيق اللقب، وبما أن مبارياته أسهل نسبيا من اليوفي، هل ترين فعلا نابولي قريب من لقب الكالتشيو؟ نابولي من قبل كم شهر انا قلتها، يعني هو قادر على ان يحقق الدوري لانه عنده القوه والعزيمه، وطول الموسم صحيح كان عنده بعض التراجعات، بس بيلعب بالشخصيه القويه والانتصارات الكبيره اللي خصوصا حققها مع بدايه الموسم، كانت عامل في انه يصل الى هذا الوقت من الموسم، لولا هو تراجع يعني في بعض المباريات، بس مباراه امس ضد يوفنتوس كانت الفاصل بالنسبه لنابولي، اللي دخل بشخصيه قويه ودخل بشخصيه وروح انتصاريه، بعكس يوفنتوس اللي ما دخل ابدا بالقوه اللازمه حتى يخلص الدوري مثل ما نقول وينهيب، لكن نابولي تمكن ذلك واصبح الفارق نقطه، وطبعا مبارياته حتكون اسهل من يوفنتوس لانه عنده يوفنتوس انتر ميلان وعنده روما كذلك راح يلعب ضدهم، وهي حتكون مباريات مصيريه بالنسبه لليوفي، واذا طبعا ما انتصر يوفنتوس طبعا اكيد راح تكون هذا الشيء عامل كبير بالنسبه له، بس نابولي اشوفه ممكن اقرب لان مبارياته اسهل. يعني ربما يوفنتوس نبأ بعد المغامرة يلي غامر فيها يعني أليجري أمام الريال في دوري الأبطال عندما خرج من ربع النهائي، رأينا أليجري بتشكيلة جديدة، بتشكيلة ربما تخرج عن كونه لا يخاطر كثيرا، فهو لعب بتشكيلة جميلة جدا، العديد يعني أثنوا على هذا الموضوع، فهو إذا غامر ويعني كاد أو كان قريبا من الوصول إلى نصف النهائي. ربما الآن يوفنتوس ليس لديه شيء سيخسره، وربما سيلعب هاتان المباراتين امام الانتر وروما تحديدا بكل ما لديه. اذا ننتقل الى الليغا الاسبانيه. نبأ، برشلونه اذا نقطه واحده تكفيه للقب، يعني هل ترين ان فالفيردي محظوظ كما يعني يصفه البعض، ام هو فعلا يعني قوي تكتيكيا وبسبب حنكته القويه هو يصل الى هذه المراحل مع برشلونه، ام ضعف المنافسين واخص بالذكر اتلتيكو والريال هو ما اوصل برشلونه الى قرب الحسم؟ طبعا لا، اكيد هذا الشيء يحسب للفريق ويحسب لفالفيردي مع بدايه الموسم اللي ما كان كثير معول عليه، لانه مع خروج نيمار
كانت هناك شكوك حول أداء فريق برشلونة. صحيح أدائهم ما أعجب الكثير من المشجعين، أداء فالفيردي كتكتيك فالفيردي ما أعجب الكثير من المشجعين، بس ميسي دي يقوم بالمهمة، ميسي هو اللي دي ينقذ الفريق في أغلب الأحيان، هو اللي نقول حتى الدوري هذا الموسم يعتبر وهدية من ميسي البرشلونة، لأن هو اللي كان حاسم في معظم المباريات. بالنسبة لريال مدريد وأتلتيكو، صحيح أضاع العديد من النقاط، بس ما ننسى كذلك برشلونة لحد الآن ما خسر أي مباراة في الليغا، وممكن أن ينهي الليغا هذا الموسم بدون أي خسارة، وهذا الشيء أكيد يحسب لي مثل ما ذكرت الفالفيردي وكذلك للفريق نفسه. طيب نبأ، يعني بقرب انتهاء الموسم بالنسبة لبرشلونة، هو حسم لقب الكوبا ديل ري ويكاد يحسم لقب الدوري الإسباني، وطبعا خرج من دوري الأبطال أمام روما. هل ترين أن فالفيردي من الممكن أن يتابع مع النادي الإسباني في المواسم القادمة؟ ممكن، يعني ما اشوف انا خروج هذا الصيف صحيح حتى لو خرج من نادي برشلونه، يعني الا اذا طالبوا بعض اللاعبين مثل ميسي او فتشي ان يخرج فالفيردي من تدريب برشلونه، بس استبعد هذا الشيء، اتوقع يكون باقي على الاقل هذا الموسم ونشوف كيف راح يسوي، منه راح يستخدم اللاعبين، شنو هي التغييرات اللي راح يحدثها بالفريق حتى يحاول ان يعني ينتصر دوري ابطال اوروبا، هذا الشيء مهم اللي غاب عن برشلونه لحوالي 3 سنوات. سؤالي الأخير لك نبأ، توقعاتك بجملة سريعة حول مباريات نصف نهائي دوري الأبطال بين روما وليفربول وبين البايرن وريال مدريد. هي مواجهات بالفعل كبيرة، وكل هاي الأندية الأربعة ما وصلت محظ الصدفة، كانت يعني كان دربها صعب، وقلنا يمكن البايرن ممكن كان دربهم يعتبر سهل نوعا ما. بالنسبة لروما وليفربول، أنا أشوف ليفربول أقرب، لأنه كانت يعني عنده القدرة الهجومية، عنده الخط الهجومي جدا قوي بالنسبة لهم، نعم، وكذلك حتى خط الوسط، بس يعني صحيح دفاعهم مو ذاك الدفاع الكبير، نعم، بس روما ما ننسى روحهم القوية اللي استطاعوا أن يعودوا ضد برشلونة. وبالنسبة للريال؟ ليفربول. وبالنسبة للريال وبايرن، أشوف الريال أقرب، لأنه الريال كانت مواجهاته أصعب من بايرن، وعنده شخصية دوري أبطال أوروبا. نعم، الصحفية الرياضية نبأ الدباغ كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. شكرا.